بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن أعظم أسباب الردى والهلاك في الدنيا والآخرة فساد العقيدة والانحراف في باب المعرفة بالله جل وعلا والعلم بأسمائه وصفاته. فكم لهذا الانحراف والفساد في هذا الباب العظيم من أثر بالغ، بل ضرر عظيم على صاحبه، هلاكا في دنياه وأخراه. وتأمل في تقرير هذا الأمر العظيم هذه الآيات الكريمات. يقول الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فانظر إلى هذا الردى والهلاك الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن أعداء الله عز وجل الذين يحشرون يوم القيامة إلى نار جهنم. كيف أن الذي أوصلهم إلى هذا الردى وأوقعهم في هذا الهلاك فساد عقيدتهم في ربهم تبارك وتعالى. وانظر إشارة إلى هذا الفساد والانحراف في العقيدة في قول الله عز وجل: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. والظن هنا يراد به الاعتقاد. ظننتم أي اعتقدتم، وكان من جملة اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهؤلاء الذين وقعوا في هذا الفساد في هذا الباب العظيم لم يجحدوا صفة العلم الثابتة لله سبحانه وتعالى أصلا، وإنما كان جحدهم لعلم الله سبحانه وتعالى بتفاصيل الأمور وكثير من الأعمال. فترتب على هذا الاعتقاد الفاسد في الله سبحانه وتعالى هلاك هؤلاء
ولهذا قال سبحانه وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وقوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم دليل ظاهر على أن أعظم أسباب الردى والهلاك في الدنيا والآخرة فساد عقيدة الإنسان في الله سبحانه وتعالى، وأن هذه العقيدة إذا فسدت في باب المعرفة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وقع الإنسان في صنوف الردى وأنواع الهلاك. أرداكم أي أوقعكم في الردى والهلاك. وكما أن هذا الفساد في الاعتقاد هو أعظم أسباب الردى والهلاك، فإن أعظم أسباب صلاح المرء وفلاحه في دنياه وأخرى صحة عقيدته وسلامة إيمانه وحسن معرفته بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. ويروى عن أحد السلف أنه قال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف.